توجد في سوريا من القدرات والإمكانيات التي تستطيع أن تدير 5 دول مثل سوريا وليس دولة واحدة. معارض شرس لنظام الأسد أبا وابنا، وشاهد عيان على دولة القمع والسجون، مشارك فاعل في كل حراك مناهض للديكتاتورية طوال 3 عقود. التلفزيون العربي يقدم شهادة الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو، يرصد رحلته في صفوف الباحثين عن الحرية والديمقراطية في بلاده من عهد حافظ الأسد إلى ربيع دمشق، وصولاً إلى ثورة آذار مارس عام 2011. شهادة ميشيل كيلو في مذكرات. الخميس 7:30 مساءً على التلفزيون العربي.